تفرجت الصراحه في الماتش البارحه، ماتش زوين، بون ماتش، لعبوه مزيان، اداو الواجب ديالهم. المدرب فهمتي، مدرب زوين، عنده سمعه كبيره، واللعابه راه كاينين لعابه صغار فهمتي، 18 عام و 20 عام فهمتي، عندهم لياقه بدنيه زوينه. وسميتو الميطه الاولى راه دازت 0-0 تخي بيا الوايد الركراكي، الاشرف حكيمي، الزياش، الدراري كاملين الله يسهل عليهم، الدراري مزيانين واعرين الله يسهل عليهم، واش فهمتوا؟ الحارس بونو حتى هو واعر، برافو برافو برافو، الله يسهل عليهم، الله يعاونهم، الله يجيب لهم التيسير. دابا انا بغيت عبد الرزاق احمد الله يجي ضروري للمنتخب، هو اللي باقي خاصهم. الركراكي خويا عيط على 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 عبد الرزاق احمد الله، عاد شوف كاس العالم بعيد. الماتش زوين واللعابه كانوا في المستوى، ولو كانوا بعض الهفوات من الدفاع هذا هو اللي نقدر نقول لك على الماتش. والمغرب الركراكي راه مغرب في المستوى، وكنتمنى ان المزيد من الكأن، لانه الصراحه زادوا حق الحماس في اللعابه والثقه، هذو اللي كانوا فاقدين من قبل. الزياش هو لعب يعني في المستوى، ولكن الخطا ديالو انه كيبالغ شويه في التقنيات الفرديه، هذا هو اللي نقدر نقول لك عليه. المنتخب حقيقه منتخب غيكون ان شاء الله مزيان، ونقول لك الصراحه الفريق الوطني هذه المجموعه هذه فرقه زوينه حقيقه. الركراكي كويري وغادي يستاجم معاهم، ومدرب زوين، وان شاء الله اللعابه وغيعيط على احمد الله حتى هو ان شاء الله، وغادي يكون فريق مكاد. لان المنتخب راه ماشي يلاه كون ضيعنا ثلاث سنين ضيعناها، كون كان الركراكي كون مشينا بعيد، ولكن المنتخب راك عارف حتى الفريق، اللعابه اللي جاو دابا راه يلاه تجمعوا، واللعابه كاين مساجم كاين اللي لا زياج يلا غادي يبدا يرجع. تبارك الله البارح راه هذيك البار كون دخلات راه يا سلام، وان شاء الله غيكون على الخير. غير الفريق الوطني دابا خصو الصبر، والجمهور ما يبقاش، الجمهور خصو يكون شويه فهمتي يصبر، ويكون فيه الحماس. ومنتخب راه ماشي غادي دغيا او دغيا شهر ولا شهر ما كامل غادي تلاونسا، ما يمكنش، خصك واحد الصبر. وان شاء الله كاس العالم غادي، المهم حنا بغينا ما يتلانصوا شويه. كاس افريقيا خص تديه، احسن فريق المغربي هو كاس افريقيا، ضروري نديوه، راه الا ما ديناش ما بقاوش يلعبوا كره. غنجيك انا صريح، المنتخب البارح بان ليا ناقص شويه، حيت اصلا الخطه باش دخل فيها الماتش اللي فات ماشي هي الخطه، وكيبان لي المدرب عنده الحق، مزيان يجرب هذا الخط، يجرب هذا الماتش هذا، يجرب الدراري كيفاش كيلعبوا، وجرب عاوتاني الدراري بزاف، يمشي يدخل الدراري. علاش ما دخلش رحيم؟ ما دخلش الدراري، خاصو يدخل الدراري بزاف باش يجرب شكون غادي يلعب، شكون هي الفرقه اللي ملائمه. الخطه اللي دار في الماتش اللي فات مزيانه، كانت نقيه، اصلا بلي حتى التشكيله ناقصه فهمتي، ماشي شي فرقه اللي مزيانه، خاصو يقلب على شي فرقه اللي يكون النيفو ديالها طالع، باش يولي يتحكم في الكره ديالو، عرف بلي راه لاعب ضد بلجيكا، ضد كرواتيا، خصو يكتشف شي لعابه زوينين، يطلع بحال هذاك صابيري، عبد الحميد صابيري، كويري، ماركابيش، اصلا هو ناضي في هذا الشيء، كيكادري مزيان.